المهم الاثمنه اللي تسولني عليها هو القمح، راه كاين من 140 حتى 145. المهم ما مقادش، كاين ديال كندا كيدير 145. لا العبره يعني فيها 18 كيلو، وكاين ديال البلاد كيدير 140 درهم. كاينه فارينه كدير 100 درهم، وكاينه 90 درهم، يعني ما مقادش حتى هي. كاين الشعير اللي هو طومزين بشلحه كيدير من 90 80، هذه العبره. كاينه الدراطه هي دايره 120 درهم، وكاينه 130 درهم. هادشي اللي كاين هاد الساعه دابا سميتو، يعني المسائل الجديده راه مازال ما دخلتش، راه مازال الاثمنه اللي باش نعرفوا الجديد اللي غيدخل ونشوفوا الاثمنه ديالو، راه مازال ما كاين والو، يعني داخله شي حاجه ولكن قليله وعيان، داكشي ما دايرش. وهاد الازمه ما نقدرش نقول لك، دابا هاد الشتي هو اللي صبت الامطار الاخرى اللي طاحت، يعني عطات شي شويه ولكن داكشي قليل، المهم شويه وصافي. المهم باقي ما توصلناش بشي حاجه اللي هي ما عرفناش، هادشي اللي نقول لك باش نقول لك السوق باقي مازال ما داير والو والله. لا مازال ما كاينش توفير، ما كاينش. حنا كنمشيو نسولوا للناس اللي برا واللي سميتو، مازال ما كاين شيء، وتا لا كاينه شي حاجه، كاينه قليله وما عيره شيء. المهم هادشي اللي كاين، والسلعه قليله بزاف، ماشي نقول لك زعما كثره. المليح ما كاينش، المليح قليل، الا دخلت كاع شي حاجه راه غيدخل ناقصه شويه في السوق. ايوا هادشي اللي عطى الله. يعني القمح تزاد من ومن 75 درهم 80 درهم ل 140 درهم. من 80 من 80 85 وطالع غادي، يعني دابا شعبان ورمضان وهاد المده هادي راه مزيود بزاف، راه كاين الثمن شويه فعلا. والثمن كيغلبنا باش تقول العبره تقام عليك 150 درهم راه قاصحه بزاف، راه الله يحسن العوان. انا من راسي كان راه قاصحه، ماشي زعما نقول لك راه قليله، راه الله يحسن العوان. يعني دابا 18 كيلو حيد منها النخاله تبقى لك 16 كيلو، يعني ب 150 درهم راه بزاف، راه الله يحسن العوان. حنا ما نديروش العيب للناس، الله يسواخا هربوا ورجعوا، يعني راه كاين شويه ديال الضغط بزاف والله، اثر بزاف على الرواج بالنسبه لينا حنا بعدا، بالنسبه لينا حنا اثر على الرواج بزاف. حنا نقصد عندنا القضيه تقريبا واحد اش نقول لك، راه اكثر من 75% باش نقصد عندنا والله. ما كناش هكا دايرين، كنا خدامين بخير وعلى خير، بلي كان الثمن شويه زوين ومقاد كنا مزيان، ولكن دابا القضيه راه انت كتشوف، راه القضيه راه غاديه القضيه غاديه صبر وصافي باش نكملين. والله يحسن العوان وصافي، هادشي اللي كاين. الملح حتى 8 درهم، فرينا 6 درهم 5 درهم ونص 5 درهم. القمح اخرى ثاني الميان كيدير 140 7 درهم 7 درهم 7 درهم ونص الكيلو الكيلو. الشعير 18% 16% كان الشعير حتى 120 جمله الكيلو، الشعير 90 كان 5 درهم وحاجه والثمن ديالها حاجه رقيه كدير 6 درهم من الفوق. حاجة ما نسرو كدير 90 ريال 80 وين عار ديال البيت، ما كاين الحبوب، ما كاين الحبوب ديال البلاد قليل، لا ما طلعش داكشي اللي عند الناس داوها دار برا قليل، حتى هو ما كاين، حتى هو غالية، الناس كيشرو يديك محوة غالية كيشروها، شكون حتى دي غالي، هادي ديال الحانوت غالية، ديال القمح غالي. فرينا رخيصة شوية، فرينا عرضها لبرا ماشي ديال البلاد.